لم يمنع الوباء الاحتفال بأعياد الميلاد هنا، هكذا استقبلت كنائس نينوى المسيحيين المحتفلين بعيد الميلاد. أجواء إيمانية عاشتها كنيسة مار بهنام وسارة في بلدة قرقوش شرق الموصل، التي أقامت قداسا احتفاء بالميلاد المجيد بعد أن أغلقت عدة كنائس أبوابها بسبب الجائحة. رسالة نريد نوصلها بأنه هذا العيد هو عيد الفرح، هو عيد السلام، هو عيد الأمل والرجاء، وإحنا خاصة في هذه الأوضاع وهذا الظرف العصيب بسبب وباء كورونا وكل الأوضاع الصعبة اللي نعيشها، رسالتنا هي رسالة سلام. فرحة الاحتفال لم توقفها إجراءات التباعد الاجتماعي، ودفعت المحتفلين إلى التجمهر حول شعلة الميلاد التي أوقدت في باحة الكنيسة، ويرددون الأدعية خلف جوقة الكنيسة التي عمت بتراتيلها وطقوسها الدينية أجواء المكان. ثمة إصرار وتحدي للاحتفال رغم الظروف التي يواجهونها، رغم جائحة كورونا والظروف المعيشية الصعبة، إلا أننا نستعد أكثر من 10 أيام إلى هذا اليوم، ولنقل كلمتنا المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وللناس المسرة الصالحة. سنوات عجاف عاشها المسيحيون في نينوى بين نازح ومهجر، بعيدين عن بعضهم البعض، إلا أن الاحتفال في هذا العام ارتسمت عليه عودة الكثير منهم إلى مناطقهم للمشاركة فيه. تعكس هذه الاحتفالات والطقوس إصرار مسيحي نينوى على تشبثهم بمناطقهم، وتؤكد أيضا فشل مخططات إفراغ مناطق الأقليات من سكانها. هيثم أحمد الحرة، بلدة قرقوش، شرقي الموصل.